بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المشاهدون جميعا. في هذا الموسم الجديد حاولت أن ألبي معظم طلبات المواطنين الذين شاهدتهم وقابلتهم والتقيت بهم ووجهوني وصوبوا من أخطائي وزودوني ببعض المعلومات، ولهذا أحببت في هذا الموسم أن أستعرض كافة الحلقات في شكل موجز في هذا الموسم لكي يعطي المشاهدين صورة عما سأوليه من أقوال في هذا الموسم. حلقات هذا الموسم تنوعت، هدفي فيها في البداية بعض الحلقات أن تكون عبرة لأولئك الذين يهمهم هذا الموضوع. مثلا أول حلقتين عن القضاء، وأتمنى أن القضاة يتابعون نشأة هؤلاء القضاة التي تتحدث عنهم وأن يكونوا قدوة لهم في أعمالهم، خاصة هؤلاء الشباب وأولئك كانوا علماء. الحلقات أخرى تخص التعليم، مكانة المعلم، لماذا انهارت؟ كيف يمكن علاجها؟ النشاط المدرسي، لماذا انحصر في شكل معين تحت إشراف الإدارة العامة؟ لماذا لا تقوم المدارس مثل ما كانت سابقاً هي التي تولى النشاط؟ المدرسة تكون جاذبة، لا تكون منفرة للطلاب. حلقات أخرى سيتذوقها يعيش معها من في سني، أكبر مني قليل، أصغر مني قليل، لأنها تتناول فترة من 60 إلى 70، من عام 60 إلى 70، 20 سنة، معظم الشباب الآن ما عاشوها، ولكن تلك الفترة مثلا ماذا كان يوجد في البيوت من أثاث تلك الفترة؟ كيف كانت الحياة، نمط الحياة في تلك الفترة؟ المخاذر في تلك الفترة، مواضيع فيها بشاشة، فيها مرح، فيها نبش ذاكرة للشباب زي بيعيشوا معاها وبيتذكروا، وربما بعضهم يغمض عيونه ويستلقي يضحك ويبتسم، وربما يتذكر زملاء، يتذكر أهل، يتذكر أصحاب، يتذكر. حلقة خاصة المقاهي في المكلا القديمة، كل المقاهي في المكلا القديمة، كل مقهى لها ميزة على المقهى الأخرى، ما في تشابه. سأذكر تلك المقاهي أيضا. حلقات على المكان الشرقي، عندما تخرج من السدة حق المكلة القديمة اللي كسروها، كيف ترى الشرج؟ كيف ترى حي العمال؟ سأوصفه: الشارع الأول، الواجهة التي تواجه المكلة، الشارع الأول، الشارع الثاني، الحفرة اللي هي الآن يسمونها المنقد، أولها دار بحبارة. أشياء لطيفة ستذكر الناس به. على كل حال سأتناول هذه المواضيع كلها 24 حلقة في شكل صغير. لكي يتكلم عن القضاة السابقون، الشيخ عبد الله عوض بكير رحمة الله عليه، والسيد عبد الله محفوظ الحداد
كنموذج. هم ليسوا الوحيدين الذين كانوا على في ساحة القضاء، كانوا كثير في ساحة القضاء وقبلهم وبعدهم، ولكن هؤلاء لأن أنا عاصرتهم، شفتهم بعيني وعشت وأنا طفل وأنا رجل، عشت معهم، شفتهم كيف كانوا وكيف كانوا يواجهون السلطة. الأقرب أن عندما قرأت كتب عن سيد عبد الله الحداد وعن الشيخ عبد الله عوض بكير حالني أن نشأتهما متقاربة. يا سبحان الله، في القضاء متشابهون، في الحياة متشابهون، شيء لن يصدق، ولكن هذه هي المقادير وهذا هو مكتب الله. هذا أول حلقتين، لكن ستسبقها حلقة هي تصويبات الناس. شوفوا معظم الحلقات ليست من صنعي، ليست من صنعي. أجلس في القهوة يتكلم الأصدقاء عن حالة معينة، كيف كانت المخاذرة يا محمد جمعة؟ طلعت في راسي حلقة المخاذرة قديما، كيف كانت البيوت؟ إيش في البيوت أول يعني من أدوات ومن الآن موكيت سيراميك، إيش كان في البيوت عام 60 وما قبل 60؟ طلعت حلقة أقابل ناس لا أعرفهم، نسوان لا أعرفهم، فقط أكون بايع مثلا في مشي عمر عند الخضرة، تأتيني مرة في سني أو دون مني شوية تقول لي أنت في التلفزيون؟ أقولها نعم. قالت ذكرت نحن بزمان أول، لكن لو تكلمت عن كذا كذا ستكون ممتاز. يأتيني راجل أو شاب، يا أستاذ عبد الله ليش أنت تركت الشخص الفلاني وذكرت الشخص الفلاني؟ شوفوا أولا أنا أتكلم عن من عايشته، أنا عايشته، أما رأيته بعيني أو قرأت عنه أو لمست حياته مباشرة، قابلته يعني عشت معاه تماما. كل الشباب، وهذا الشيب اللي أمامكم، أنا أعتبر جيلي محظوظ، لكن الجيل اللي وراي يعتبر نفسه هو المحظوظ، والجيل اللي وراه يعتبر نفسه هو الأكثر حظا، أما الجيل الحالي يعتبر أنه هو السعيد. جيلك هو الأفضل، جيلك هو الأفضل، جيلك هو الأفضل، كل جيل يرى أنه أفضل. ماذا قدم هذا الجيل الأفضل للمجتمع؟ هذه واحدة من الحلقات. في حلقة أخرى اتصل بي صديق من سلطنة عمان، درس في مدرسة المعلمين الوسطى بالغيل، قال لي يا سيد عبد الله ليش ما فردت حلقة عن مدرسة المعلمين والأساتذة الذين ربوني وعلموني، لهم فضل كبير علي وأتمنى أن أسمعك تتكلم عنهم، وحلقة وتضم أيضا المعهد الديني. هذا الموضوع من شخص يحن للبلاد هذه لابد أوفي حقه فعلا. قرأت واطلعت وتابعت حتى كونت حلقة عن المعهد، عن مدرسة المعلمين والثانوية الوسطى والثانوية الصغرى والمعهد الديني. ولكن أثناء قراءتي هالني كثيرا أهل الغيل، ونحن كنا نعتقد أنه الغيل المنطقة التعليمية الأولى، قليل في حق الغيل هذا المسمى، والله تصدقوني قليل. الغيل أرض العلماء، اكتشفت أنه ابن سلم ليس من الغيل اللي عمل الرباط، نسيت قراءاتي، ولهذا هذا الموضوع سيتكلم عنه. قناعتي الخاصة أن الغيل أرض العلماء وليس التعليم فقط، أرض العلماء الذين قادوا التعليم، سنتناول ذلك بشكل طيب عن الغيل، كيف كانت دورات القضاة، التمرين القضاة يتم في الغيل،
ما تطلع قاضي لما تاخذ دوره في الغيل سنه او سنتين او ستة اشهر حسب مستواك الشرعي. ساذكر ذلك فيما بعد. قضاء كثير في الغيل وعلماء كثير في الغيل. في المكلة من المواضيع ايضا احياء المكلة زمان. في المكلة عقال حارات بعمر بعامر في الحدادي اخر واحد في حي السلام الفلان المعسكر في حي الشيد الفلان. هل كانوا هؤلاء لهم كوافر اصطلاحية او هناك مراجع في كل حي يلجأ اليها هذا العاقل؟ تخيلوا ما لا ينفرد العاقل بالرأي لابد يستشير زي الكونغرس عنده زي المجلس لابد يتداول. شيء من الديمقراطية كانت موجودة تلقائية. هذه حلقة خاصة إدارة الأحياء في المكلة. وهذه حلقة لطيفة جدا قال لي بها أحد الزملاء. يا أخي قال لي في المكلة أناس يبذلون جهد بدون مقابل ودائما تراهم في الأفراح والأتراح. إن تريدهم يضحكوا يضحكوا، تريدهم يحزنوا معك يحزنوا وبدون مقابل. ناس بسطاء عاشوا حياة سعيدة ومرح وسرور بكل قضاياها. ليش ما تفرد حلقة عنهم؟ تذكرت بعضهم فعلا في الفرح تجده الأول، في زفة العريس تجده الأول، في المولد النبوي تجده الأول، في المسجد تجده الأول، في الجنازة تجده الأول. وبعضهم كبار سن يعدون خدمات جليلة للناس بدون مقابل. لهم حلقة خاصة ولما أذكرهم تشعروا فعلا أنه نحن لا نقدر أولئك الأشخاص وما قدرناهم إطلاقا. يعني حلقة من الحلقات الأخرى زمان كانت تتسابق المدارس في الأعياد في ختم القرآن في النتائج احتفال المدرسة عيد المدرسة. هي المدرسة لحالها تقوم بالعيد، إدارة التربية فقط تعطي أشعار وتشرف وتقدم مساعدة وهي تقيم العمل فيما بعد. ما تشرف على إنجاز العمل، تقيم العمل. المدارس تتسابق للمنافسة، دوري خاص بالمدارس هي نفسها عنده دوري. المدرسة داخل المدرسة في دوري. كيف الطفل بيحب المدرسة إذا لم يكن هناك نشاط في المدرسة؟ المدرسة أصبحت زي الدكان، يأتي يأخذ حاجة ويروح، ما شيء ارتباط روحي. لكن لو عاش الطالب مع المدرسة وهو بأنامله عمل شيء في المدرسة ثم أتى إلى المدرسة ليراه في لوحة ولا في معرض ولا سيطير الطفل فرحا. حلقة خاصة على النشاط المدرسي. كيف انهار مقام المعلم؟ مقام المعلم هبط كثير. كان المعلم يشار له بالبنان. كنا أطفال يرهبنا أن يرى المعلم الغبار على أرجلنا أو يرى أن شعرنا غير مرتب أو يرى أن الجرائر غير مقفلة. وفي نفس الوقت نرى المعلم ذو الهندام النظيف والأناقة ومجلسه مع من ومع من يمشي ومع من. ولهذا كان المعلم قدوة. ليش انهار المعلم؟ هذا قرأت بل عدد بحث إن شاء الله سأقدم في ورشة عمل سأوجزه في حلقة عن مكانة المعلم.
وإن شاء الله على أخواننا المعلمين أن يبذلوا جهد في إعادة الهيبة إلى مجراها، نرتاح قليلا ونعود فيما بعد. شكرا جزيلا. حبايب المشاهدين، نعود مرة أخرى لنواصل استعراض فقرات موسمنا الحالي إن شاء الله. بلغني من زملائي أنني جحدت في حق بعض القادة التربويين والتعليميين، وبحكم أنني عملت 35 عاما بالتربية فارتبطت بأصدقاء وأساتذة لهم الفضل علي، وزاملت مجموعة أعتز أني زاملتهم، وأسقطت مجموعة ليس عمدا سهوا أو ربما لأن البرنامج 30 دقيقة حاصري، لا يمكن أذكر كل الناس الذين عشت معهم في التربية أو الذين لهم فضل علي، وبالتالي تجاوزت عن البعض. ولكن ألح علي الأصدقاء أن أذكر أساتذتي وزملائي حتى بالاسم مرورا، ولهذا فرضت حلقة خاصة لمن تجاوزته. وفي هذه الحلقة ذكرت أيضا من تجاوزته أنا عن سوى سهوا وله فضل على أهل البلاد بالذات أهل المكلة. فعلا نبهوني الناس، مش أنا، الناس اللي شاهدوا الحلقات السابقة، ليش ما ذكرت فلان وفلان وفلان؟ ذكرتهم في هذه الحلقة، وفعلا لما أذكرهم أقول لكم بتقولوا صح كلامك يا عبد الله صحيح، الناس لهم فضل على الناس. هذه حلقة خاصة. حلقة أخرى وللأسف هذه البلاد لا تعتز بأهلها كثيرا، هناك فنانون تشكيليون برعوا في أكثر من مجال فني، في الرسم، في النحت، في المسرح، في كثير من الجوانب، في الموسيقى، ولكن لم نذكرهم، أنا ذكرتهم، ذكرت من أعرفه، بعضهم على مستوى عالمي الآن، على مستوى عالمي كبير، وبعضهم يا سبحان الله الأجل أتى وأخذهم، ولكن بصمتهم ما زالت موجودة. هذه حلقة خاصة فنانين تعتز بهم البلاد مفروض. أعطي مثال بسيط، من منا ينسى الشموع العشر، أبريت الشموع العشر، أنية من الحضارات القديمة، أن يدر في الدنيا يتيمة، حسين محضار، سالم أبو بكر بديب، محمد عضبة صالح، قمم، اكسسوارات، ديكور، رتوش، مكياج، ملابس، رسومات، هؤلاء سأتحدث عنهم الفنانون، وغيرهم أيضا مجموعة ستفاجئون بالأسماء اللي سأذكرها. في واحد معمم، شيخ، مرجع، فقيه، ولكن ذهب أنا منه، وأستاذ مدرس كبير في مدينتي هذه المسكينة المقلة، على أيام طفولتي طوال السنة في مناسبات، طوال العام في مناسبات، كل شهر هجري ميلادي في مناسبة، ويحتفل الناس بهذه المناسبة، الناس يحتفلوا بهذه المناسبة طوال العام. نعم طوال العام، من محرم
إلى ذو الحجة 12 شهر هجري فيها مناسبات، ومناسبات فرايحية، مناسبات تدخل البهجة على القلوب. حلقة خاصة بذكر على المكلة كيف كانوا، إنه الكبير وإنه الصغير في هذه المناسبة، أما حق صغير أو حق شخص كبير. اللي بقى إيش كان الأساس داخل البيت في المكلة؟ إيش كانوا عملوا أهل المكلة في الأفراح؟ الآن يا بغينا السيراميك، بغينا اللون الرصاصي، بغينا اللون مش عارف إيش، في دلع. زمان ما كان شيء سيراميك ولا كان شيء بوي طلع، والأدوات ما كانت، كانت أدوات يا من سعف يا معدن. ومع ذلك تدخل البيت تلاقي البيت يشع بالنور، تلاقي البيت يعني مشهد ما تتوقع، أو ما بيتوقعوا الشباب. الآن طبعاً الإكسسوارات والديكور والسيراميك تدخل شيء من الهاد، لكن أول على البساطة، ومع ذلك القلوب واسعة جداً ومبتهجة. بتكلم على ما هو أثاث المنزل من عام من 60 إلى 70. إيش كان أثاث المنزل؟ بعضها والله اللي سنه من 40 وتحت ما بيذكر شيء من هذه الأثاث إطلاقاً. في موسمين ماضيين تكلمت عن التعليم وأشد وقد التعليم النظامي والتعليم النظامي وإلى آخره، وأشدت بمن ساهم في بنية التعليم النظامي في حضرموت بشكل عام. أفراد من الأخوان قالوا لي يا أستاذ عبد الله، وهل كان المجتمع لا يقرأ ولا يكتب قبل ما يأتي التعليم النظامي؟ هناك مدارس يا أستاذ عبد الله، عندما الرسول أراد يعلم قبائل حضرموت تعليم الدين الإسلامي أرسل لهم معلم، والمعلم كان يعلمهم أكيد في المسجد، فالمساجد كانت مدارس. ولما زاد السكان أصبح لابد نفكر في مدارس في كل مكان، أصبحت المدارس منتشرة في البيوت، في كل قرية كان في مدرسة يعلم القراءة والكتابة. القراءة والكتابة كانت مفتاح لقراءة القرآن، لتجويد القرآن، لمعرفة معاني الكلمات، لمعرفة التفسير. موضوع شيق، موضوع شيق أيضا لطيف. وهذا قد نحن إلى حلقة أخرى، الأربطة اللي هي المعاهد كيف ظهرت هذه، لأن المدارس اكتظت بالناس. جينا حلقة جديدة اسمها الأربطة. نحن في المكلة عندنا رباط مسجد النور، ربما في رباط، لكن أنا من مواليد الحارة وأعرف رباط مسجد النور، شفته وشفت التدريج فيه وأنا طفل، فبذكر شيء من هذا القبيل. حلقة أخرى خاصة بالطلاب. فرق، أنا لسه أفكر كيف كان تفكير الطلاب اللي درسناهم في الثانوية وما قبل الثانوية في الإعدادية، وكيف مستوى الطلاب الآن. شيء خيالي الفرق. أنا أرى كذا، ولكن لما يسمع الطلاب وجدت أنه رؤياتهم تختلف عن رؤياي. بعرضها عليكم على المشاهدين، شوف وين من صاحب الحق وين ممكن نحن نصلح، إيش ممكن نصلح فيه بين الجيلين، جيل مترابط وجيل مفكك. هذا أنا أرى هكذا، ولكن هم لا يرون أن هم مترابطين مهما كان. على كل حال هذه حلقة خاصة، حلقة حجت في نفسي حجر، مديرية حجر، أو الآن مديريات حجر، معاش مديرية، كانت مديرية واحدة، وسميت الحلقة حجر المحجور عليها. صراحة حجر هبة الله التي لم تلقى من يرعاها، حجر ما
منسية. أنا وأنا طفل أتذكر مشاريع بدأت. أنا وأنا طفل أشوف بلات القطن يجيبونها إلى مينا المكلل القديم هذا وتأخذها البواخر إلى بريطانيا. القطن طويل التيلة حجر أصبحت لا تنتج أي شيء غير التمر، والتمر يطلعونه قبل نضوجه ويطرحونه في البرازات مشان يطلع تمر. أبسط حاجة أن نقدر ذاك النهر الجاري ما بيروي حد من الجيران، المكلة ما بيرويها الماء الفائض اللي يتواصل إلى البحر. تدفق السيول سنوياً يومياً في حجر، هدر ماء. ما حد فكر أيام بريطانيا جربوا زرع رز طلع نجح رز. أيام الجمهورية مشروع ولم ينجح المشروع. أيام الوحدة مشاريع ولم تنجح المشاريع. حجر 3 مليون نخلة ما متدفق طوال السنة، لكن ربما أنصفها في دعواي، أعتبرها دعوة أوجهها للمسؤولين، انظروا لحجر. هذه حلقة خاصة لحجر، وفيها على فكرة فيها معادن، فيها بترول، فيها حجر كريمة، فيها هذا اللي وصلني المعلومة واللي شاهدته بعيني. في آخر الحلقة الأولى لزاما علي أن أتذكر بعض الذكريات التي لا تنسى، وعلى فكرة أنا أتذكر وما عشت، وأنت تتذكر وغيرنا يتذكر، وكل الذكريات تشكل توليفة واحدة، مكون واحد تعيدنا إلى ننتشي بالذكريات، وعسى فيها عبرة إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة ثانية.